مرحبا واهلا وسهلا فيكم في قناتي من جديد. اليوم راح افرجيكم طريقه لعمل مثل فطاير الجبنه والزعتر، بس هي معموله بعجينه الكروسانت. بتقدري تعمليها على السحور بسرعه وفريش، وريحه البيت كله مثل ريحه الزعتر بتشهي. انا صار لي هاي ثالث مره اعملها، وهذا صار سحوري كل يوم تقريبا. باكل من الفطاير هاي مع كاسه شاي بنعمع، وهذا احلى سحور. المكونات اللي محتاجينهم هو زعتر. انا عندي الزعتر هذا بعمله، بحط زيت زيتون، زعتر وسماء، وبخلطه مع بعض وبخليه دائما متوفر عندي. بستخدمه مش بس في رمضان، حتى في الايام العاديه بخليه على الكاونتر توب. اذا الصبح بعمل لي سندويشه لبنه وزعتر، بحب الخلطه هاي كتير. قبل لا اخذ منها بحركها شوي بالمعلقه، بختلط زيت الزيتون مع الخلطه، وبتصير جاهزه انك تعملي سندويشه زعتر على السريع. المكون الثاني اللي عندنا، بس زي ما قلت لكم هاي بس من ثلاث مكونات بس، اللي هي عجينه الكروسانت. تيجي مثل هيك جاهزه، بنفتحها والعجينه بتكون جواها جاهزه. ما بعرف اذا في عندكم إشي شبيه بهيك في البلدان العربيه، بس هي انا دائما بشيل لكم الاشياء بالشقلوب. عجينه الكروسان، واخر شيء بدنا اصابع جبنه سترينج تشيز، اربع اصابع عنا. اوكي، وخليني افرجيكم. سهله كثير وطيبه. صينيه فرن اللي بدنا نخبز فيها، انا بحب اغطيها دائما بورق بارشمنت بيبر او اي شيء عشان يكون سهل علي التنظيف، ما يكون الاكل لازق فيه. اذا بنغطي الصينيه بارشمنت بيبر ونخليها على جنب. بنفتح عجينه الكروسانت، هما دائما بفرجوكم من وين تبدوا تفتحوها، بيكون مثل السهم الاحمر هيك. وبعدين بتيجي عند الحد المخطط هيك، وبالسكينه ثاني تحاولي تنفسي من هالهواء. نيجي عند الحز هذا اللي تحت، هذا الصوت اللي بخوفني دائما. اوكي، اذا نفتحها هيك، شايفين كيف العجينه؟ العجينه الجاهزه هاي كثير بحسها بتساعد ست البيت في المطبخ، يعني عجينه بتكون حلوه وجاهزه، وهي بتيجي 8 قطع هيك ملزقين في بعض. انا بفصلهم كل قطعه كروسانت بفصلها، شايفين كيف راح يطلع عنا 8 قطع كروسانت. اللي بدنا نسويه ناخذ قطعه قطعه. خليني اعمل اكثر من وحده عشان للسرعه، يعني راح اشتغل في الثلاثة هدول اول شيء. بنحرك خلطة الزعتر. جربوا الخلطة هاي بنات وخلوها في مرتبان عندكم، كتير حلو، احسن ما تعملوا سندويشات تروحوا تحطوا زيت وترشوا عليه زعتر، لانه عليها زيت زيتون وعليها سماء، هاي احلى اشي. اللي بدي اسويه بدي احط معلقة على كل وحدة، وبدي أفردها للآخر مثل هيك. قطع الجبنة هاي بدي أقطع كل وحدة فيهم نصين، فأنا هيني عندي أربعة هون قشرتهم، بدي أقطعهم من النص، نحطهم كلهم هيك على الكارينج بورد، نقطعهم من النص، وبناخد نص على كل وحدة كروسانت من الراس هيك، وبعدين نبدأ بنلف بالطريقة هاي. هاي أول وحدة وهاي الثانية. لما تيجي تلفي اللفة تبعتك بدها تكون رخوة، مش ماسكة،
واهم شيء الحز الاخير هو اللي بدك تحطيه على الصينية مثل هيك، بدك تقعديه هيك، واللي بعده بفرجيكم اياها انا في الاخر. وخلينا نكمل الباقيين مثل هيك، بدك تحطيهم. نشتغل على ثلاثة كمان. وبنبدأ نلف. أنا بقولكم يا بنات، هاي الكروسانت الجبنة والزعتر إدمان، وسهلين وسريعين وحلوين. ونصفهم على الصينية. ضلوا عنا آخر تنتين. خليني أمسح هون لأنه نقط على نقط كتير زعتر. الفرن بدك تكوني محمياه على 350. شايفة كيف شكلهم؟ الفرن بدنا نكون محميينه على 350، وبدنا نحطهم نخبزهم لمدة 15 دقيقة. بفرجيكم إياهم كيف شكلهم لما يطلعوا. وهذا شكلهم لما طلع من الفرن. الصينية سخنة لسه. شوفوا أنا وهو سخن والجبنة لسه طرية، إذا في شوفوا أجزاء من الجبن طالعة، أنا باخدها بالسكينة وبدخلها جوا الفطيرة. شايفين هذا اللي طالع من هون؟ بس رجعوه هيك جوا الفطيرة. شايفين كيف؟ هلأ رح أعمل لي صحن وأفرجيكم كيف بالضبط سحوري. صار لي هلأ هذا ثالث مرة وأنا يعني نفس الإشي أتسحر. كتير 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 حلو. وهذا صحن الفطور، هذا صحن فول مدمس وحطيت رشيت عليه شطة من فوق وكمون وفطاير الكروسانت هاي الجبنة والزعتر. وهذا كان كل إشي عند اليوم. بتمنى أنه تجربوا هالوصفة هاي، يعني هي تغيير للسحور عن الإشي اللي أنتم معتادين عليه. وشاركوني أراءكم في التعليقات تحت. لا تنسوا تشتركوا في القناة إذا بعدكم ما اشتركتوا. أعطوني لايك وإن شاء الله بشوفكم في فيديوهات جاية قريب إن شاء الله. وتصبحوا على خير.